بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، مساء النور والهنا على الموجودين هنا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 جدا جدا. الحقيقة انا النهاردة طالعة عشان اسلم عليكم واطمن عليكم، وعايزة اعرف اخباركم ايه، حواليكم الدنيا عاملة ازاي. سمعنا عن حالات كورونا جنبنا ولا ما سمعناش؟ ونطمن كلنا على بعض. لكن انا النهاردة عايزة برضو اقول حاجة صغيرة، وده يمكن اللي خلاني النهاردة ان انا اطلع اتكلم مع حضراتكم. خلي بالكم، الناس اللي بيتنمروا او بيخافوا يساعدوا الناس اللي جالهم كورونا، انا عايزة اقول لكل الناس اللي معانا وكل الناس اللي بيسمعوني، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله، لو في عمارة او بيت دخل فيه الكورونا، لازم ان احنا نساعدهم، لازم ان احنا نكون واقفين جنبهم، لان النهاردة عندك بكرة عندي بعده عند التقع، ما خلاص ما بقتش بعيدة. والكورونا ما هيش لا هي حاجة نخجل منها ولا حاجة نخاف منها، ولا هي قدر وموجود، موجود على الكرة الأرضية كلها، مش في مصر بس، مش في المنطقة دي بس، مش في عمارتي، لا هي في الكرة الأرضية كلها. فأعتقد يعني أضعف الإيمان، أضعف الإيمان إن إحنا نكون كلنا سبورت لبعض بالإجراءات الاحترازية. يعني لا قدر الله لو أنا مثلا حد في العمارة عندي جات في الكورونا، الحد ده لو هو عنده حد يساعده خلاص يلا ربنا معاه، ونحاول ان احنا ننصحهم بالطرق اللي يعملوها. ما عندوش حد يساعده، عندنا بقى 30,000 طريقة ان احنا ممكن نساعد بيها. نقدر نشتري لهم الحاجات من السوبر ماركت ونحطها لهم على باب الشقة، ونديها لهم اللي هم محتاجينه، بحيث ان احنا ما نخليهمش يطلعوا فلوس من عندهم ممكن تكون فيها العدوى. ممكن ان احنا نلبس الماسكات بتاعتنا، ونلبس ان شاء الله اكياس القمامة السوداء دي نحطها، ونعمل اجراءات احترازية مع الجوانتي مع الماسك مع ده، وننزل نشوفهم محتاجين حاجة نساعدهم في تطهير البيت، نكون احنا سبورت ليهم من غير ما نأذي نفسنا. يعني ضروري جدا حضراتكم ان احنا نكون كلنا سبورت لبعض. انا بتكلم لاني طبعا سمعت عن حالات كتيرة جدا، ناس بيمنعوا السوبر ماركت يروح للناس ظهر عندهم حالات كورونا. الاول كان اوكي تمام، انتوا اللي بتعملوه ده ان احنا هنبلغ وزارة الصحة تيجي تاخد الناس عشان تعمل لهم حجر صحي في المستشفيات، لكن دلوقتي احنا الحجر الصحي بيكون في بيوتنا. فلو احنا ما كناش كلنا سبورت لبعض، وكلنا بنساعد بعض، وكلنا بنقدر ان احنا نقدم الخدمة لبعض، تأكدوا ان دي هتبقى كارثة. احنا هنبقى في كارثة حقيقية، لان ما بقاش في دلوقتي حاجات وزارة الصحة او عزل في مستشفى او حجر في مستشفى، لا العزل بقى منزلي والحجر بقى منزلي، وما كناش احنا هنساعد بعض مش هينفع. فرجاء من حبايبي واصدقائي واخواتي ان احنا كلنا نكون سبورت لبعض، واللي يعرف عند حد محتاج اي حاجه النهارده عندك بكره عندي، محدش عارف، دايره بتلف على الكل. ويا رب ان احنا كل واحد فينا يقدم مثل مشرف لنفسه، عشان ما نجيش في يوم من الايام نقول يا ريتنا احنا السبب، احنا اللي خلينا فلان لا قدر الله يتوفى، احنا اللي ما ساعدناش علان. ارجوكم عشان خاطري خلينا كلنا سبورت لبعض، وكلنا نقدم صور ايجابيه، واللي يقدر يساعد يساعد، واللي يقدر يقدم خدمه يقدم، اللي يقدر يشتري مستلزمات يشتري دواء يعمل اي حاجه، نبقى كلنا مع بعض وكلها هتترد. يعني انا النهارده لو جبت حاجه لحد وانا ظروفي ما تسمحش، لما هو يخف ويبقى يقوم بالسلامه هيردها، ما هيردها لك في خدمه، هيردها لك، فما تخافوش ان فلوسكم تروح، ما نقص مال من صدقه، اللي مش هيرد يبقى يعتبرها صدقه عن صحته وعن اولاده. ربنا يوفقنا وربنا يشفينا، وان شاء الله تعدي على خير، واتمنى لكم كلكم السلامه يا رب والصحه، واشوفكم على خير ان شاء الله. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.